وطبعا كان عليه رحمه الله عنده خفه دم لما يقعد يحكي الله يرحمه ويحسن اليه. كابتن شطه مساء الخير والبقاء والدوم لله. الله يخليك الله يخليك الله يرحمه، الحقيقه كان شخصيه عظيمه الحقيقه. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. يا كابتن عدلي. يا كابتن شطه. فينك يا كابتن؟ ما بتجيش النادي ليه يا ابو كباتن؟ وحشنا. اطلبني. وانا اجي لك. اطلبني تجدني. حاضر عناية. انت كنت بتيجي على طول تقعد معانا في حبيبي. في النادي في رمضان بقى قد يتيح لنا الوقت يعني. قول يا كابتن، كانت مفاجأة وفاة السر جدور، ما كانش مريض، كان في البيت مش كده؟ وكان مريض بس تعافى والحمد لله، وكل الناس يعني اطمنوا عليه وكلمته وبلغته تحيات كابتن محمود الخطيب وتحياتك وتحيات كابتن عدلي وكل الناس الحقيقة اللي بيسألوا عليه. وبعد كده فوجئنا امبارح الحقيقة النهارده الصبح ان هو توفى، وكانت حقيقة مفاجأة بالنسبة لنا يعني. كان كويس وبيضحك وكان بيهزر. دفن في القاهرة صح؟ اه في القاهرة. هو مقيم من السبعينات، مقيم في القاهرة بصفة دائمة. وانت عارف يعني السير جدور كان اساسا من مؤسسي قناة وادي النيل وقناة إذاعة وادي النيل وركن السودان. وركن السودان من القاهرة، وكان طبعا راجل الحقيقة اعلامي كبير، وكان كاتب وكان شاعر. يمكن اغلب الاغاني السودانية والفلكلور اللي موجود والاغاني اللي كان بيألفها الحقيقة مؤلف قدير جدا، وبعدين حافظ التراث السوداني كله والمصري. أي. من أيام مثلا أقول لك من أيام الأربعينات والخمسينات كان حافظ كل المغنيين المصريين، وكان متواصل مع سيد درويش والناس دي. الحقيقة يعني كان شخصية عظيمة جدا الحقيقة، وافتقدناه. وكان النهارده السيد السفير والسفارة السودانية وكل الإخوة السودانيين الموجودين والجالية السودانية كلها كانت موجودة في حقيقه في 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 تشييعه الحقيقه من جامع الحصري في 6 اكتوبر. الحقيقه كان بيسري مجله الاهلي بكتاباته وارائه ودمه الخفيف عليه رحمه الله. كان اهلاوي اهلاوي يعني اهلاوي، كان كل ما تحصل مشكله يقول لي كلم فلان وكلم مش عارف كابتن حسن وكابتن صالح والخطيب وقول وبلغ الاستاذ ابراهيم المنيسي وبلغ. كان دايما متواصل عشان بيحاول دايما يكون موجود في الحدث الكبير ده، لانه اهلاوي يعني قلبا وقالبا، بس للاسف الشديد بيشجع المريخ يعني مريخاوي، بس دي حاجه لا تعيبه طبعا. طيب يعني لو كان عليا رحمه الله سالناه النهارده نتيجه ماتش الحد دي كان هيتمنى يفوز الاهلي بوضوح. يقول لك بلا نقاش. زي ما انا بقولها برضه بلا نقاش، انا عايز الاهلي يكسب. انت ما عندكش دبلوماسيه في ديت. ما فيهاش دبلوماسيه، انا ابن النادي الاهلي. انت جيت معاه في طياره واحده كابتن؟ انت جيت معاه في الطياره في طياره واحده في السبعينات؟ طياره واحده بس، ما كناش نعرف بعض الحقيقه يعني. بس هو قال لي بعد كده انه لما شاف عم عبد البقال بيستقبلني كان موجود وكان السفاره مستنياه وكده، فما كنتش واخد بالي منه لما حكاها لي. طبعا يعني شيء كان مصادفه غريبه الشكل. الله يرحمه. عبد البقال الحقيقه هو برضه كان في ميزه كبيره جدا، كان بيروح السودان في رمضان زي هذا الوقت بيعد حلقات كبيره جدا معروفه ومشهوره جدا على الاغاني القديمه تغنى بالمغنيين الحداث يعني الان، المغنيين الحاليين كانوا بيغنوا اغاني السيد خليفه ومحمد الامين ومحمد وردي المشهورين. والان الحقيقه البرنامج ده طبعا يعني لم يستطع انه طبعا يقدمه لانه كان مريض في الفتره بتاعت التسجيلات. الحقيقه هنفتقد برنامج بقاله اكثر من 20 سنه كان بيحيي التراث القديم كله باغاني جديده بلحن جديد بستاف جديد. الحقيقه كانت طفره كبيره جدا، وكان بيذكر كل مغني سابق تاريخه ايه ونشا فين يعني. كان الحقيقه لا، وكان مؤرخ الحقيقه، مؤرخ يعني كبير جدا. ما تسالوش حاجه في العلاقات حتى المصريه السودانيه احداث الرياضيه جداً. الا لما تجد عنده المعلومه اللي انت محتاجها. يا كابتن في حاجه كمان الحقيقه، الفريق اول برهان موجود الان في مصر هنا في زياره للسيد الرئيس السيسي، يعني بعد تعزيل حاره جدا، وكان من الناس اللي بيسالوا عليه بصفه مستمره اثناء مرضه، وحقيقه ما سعفوش الحظ انه يطلع في الجنازه، لكن كان بيتمنى الحقيقه البرهان انه يطلع في جنازه الحقيقه السير جدور كشخصيه عامه سودانيه يعني محبوبه من جميع الحقيقه الاطياف كلها سياسيا وفنيا وادبيا الحقيقه. الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه يا كابتن. قول لي كابتن شطه، مباراه الهلال والاهلي شايفها ازاي يوم الاحد؟
لعيبه صعبه يا كابتن، صعبه صعبه من ناحيه ممكن ما تبقاش صعبه فنيه، ممكن صعبه بس تبقى صعبه من ناحيه الموقف اللي في الناديين. الحقيقه النادي الاهلي في موقف لا يحسد عليه، انه خسر مباراتين من فريق واحد في بطوله واحده في مجموعه واحده، دي ما حصلتش الحقيقه. تاريخ ما ساعدنيش ان انا اتذكر اذا كان عندي اي احصاءات سابقه انه النادي الاهلي في دوري مجموعات او في مرحله مجموعات خسر مرتين من فريق واحد، الحقيقه دي ما حصلتش. لكن المره دي الحقيقه عنده الدوافع العاليه جدا، انه يعني بمباراه سهله جدا ممكن من خلال اداء فني، لكن الحقيقه هيكون في طبعا فيها شد وفيها جذب وفيها تحدي صارخ من ناديين كبار في القاره الافريقيه، من اقدم الانديه الافريقيه موجوده على الساحه. فانا اتمنى انه تكون مباراه تليق بمستوى الناديين وباسمهم الكبير، وكمان تليق بشعبي وادي النيل. وانا اتمنى الاهلي يكسب، لكن اتمنى ان تكون هناك مباراه تعيد للسودانيين يعني عوده الكره هي مره اخرى من خلال اداء المريخ في مبارياته ومن خلال اداء الهلال في مبارياته، ويكون هناك طبعا طفره قويه في الكره السودانيه عموما من خلال نادي الهلال والمريخ، يعيدوا الحقيقه الذاكره ثانيه لمنتخب السودان كمنتخب قوي جدا في القاره الافريقيه منذ سنه 1957 لما كانت هي اول بطوله افريقيه اقيمت في استاد الخرطوم. طول عمرنا كابتن شطه يقولوا لنا ان جماهير المريخ تميل الى الزمالك وجماهير الهلال تميل او تشجع النادي الاهلي. اذا كان امر كذلك وما زال، فكيف او الروشته اللي ممكن نخرج منها واحنا اكثر تماسك واكثر حب واكثر تاخي، يعني مش عايزين مباريات كره القدم تعكر هذه العلاقات العظيمه. احنا من ايام سليمان فارس العظيم وامين زكي وكابتن شطه وجارنا شطه واسامه يوسف يا كابتن عدلي وجارنا شطه. الحقيقه الهلال والمريخ برضه في نديه قويه جدا، يعني ممكن تكون اكثر من اهلي زمالك هنا من حيث الحقيقه التعصب الشديد. لكن الحقيقه الهلال والمريخ، الهلال في توأمه سابقه من ايام مش عايز اقول لك من الخمسينات ايام سورين اسكندريان لما كان عضو في الاهلي وعضو في الهلال، وكان بيجي يزور حقيقه عبد البقال وكان بيزور كمال بيه حافظ، اذكر الحاجات دي من فتره طويله جدا. لكن الحقيقه كون المريخ يشجع الزمالك والهلال يشجع الاهلي دي طبعا دي لظروف، انه كان في المريخ في سمير محمد علي وعمران نور ونوح ادم، وبعد كده جاء امين زكي وابراهيم كبير وجيت انا، عشان كده جماهير الهلال وجماهير المريخ يعني اخذوا انتماءات. لكن هناك مريخات كبار زي السير جدور الله يرحمه كان يشجع المريخ ومتعصب للاهلي، فدي طبعا يعني لا تشذ القاعده، انك انت ممكن تلاقي ناس من الحياة او هلالاب زي ما بيقولوا يشجعوا الزمالك ومريخات بيشجعوا الاهلي. لا وشفنا ناس في اداره المريخ حاليا اهلاويه، رئيس النادي رئيس النادي قال انا اهلاوي. الحقيقه دي طبعا بتوري قد ايه انه هي موضوع الكلام اللي بيطلع انه عدد الجماهير في المريخابه والهلال دي حاجات كلها احصاءات يعني بلا اساس. لكن الاهلي شعبيته في السودان شعبيه جارفه بشكل كبير، نتيجه مبادئه واسلوبه وسياسته من ايام الحقيقه استقلال السودان، يعني حاجات كثيره جدا حصلت الحقيقه. وانا اذكر كمان سنه 1957 لما هي مصطفى بن فهمي والده كان مراد فهمي هو السكرتير وكان مدرب الحقيقه منتخب مصر في ذلك الوقت مع محمد لطيف، كان هناك علاقات قويه جدا بين الحقيقه الدكتور كمال شداد وعبد الحليم شداد اللي كانوا موجودين، والدكتور عبد الحليم محمد رئيس الاتحاد الافريقي السابق، كل دول كانوا بيشجعوا الاهلي الحقيقه. يعني فدي حاجه يعني لا تعيب الحقيقه جماهير المريخ انها تشجع الاهلي الحقيقه. طيب تابعت طبعا مباراة مصر والسنغال والشكوى المصرية، أنت كمسؤول سابق في الاتحاد الأفريقي شايف المسألة ممكن تروح لغاية فين؟ وطبعا أنا على حسب علمي ومن غير ما أسأل يعني التقرير اللي كتبه المراقب إيه والتقرير اللي كتبه الحكم إيه؟ المباراة الحقيقة كانت عصبية جدا، لكن انتهت بكذا ونتيجتها كذا وأحداثها كذا وتراشق الزجاجات اللي حذفت على الشناوي والليزر، كان هناك ليزر وواضح جدا والمراقب بيكتب الحاجات دي كلها. لكن اللائحه عمرها ما كانت في لحظه من اللحظات
بتعطي الحق لمستعملي الليزر انه يخسروا من المباراه، بدليل انه في النادي الاهلي هناك كان حالات كثيره جدا الليزر كان بيبقى موجود، وكانت غرامات تعدت ال 150 الف دولار متكرره، واشتكى النادي الاهلي من الليزر ده انه بيكلفه مبالغ كبيره جدا منذ سنوات. الان اصبح الليزر بشكل مكثف جدا، ولكن الاتحاد الدولي يضع لوائح يعني متقدمه جدا. احنا شايفين الناس ماسكه الحجاره والحاجات اللي تم رشق اتوبيس المنتخب بيها، واشعه الليزر اللي تقريبا اعمت محمد صلاح وهو بيشوط البنالتي. ما احنا برضه بنعيد برضه للاخوه لاعبين المنتخب المصري، كان يجب ان يكون هناك اتوقف هناك وقفه انه يمسك عينيه يقول والله انا مش شايف اي حاجه، دي كانت هتؤثر تاثير مباشر. طب انا كنت لسه هسالك كابتن شطه، لو فعل هذا وقال انا مش هلعب طول ما في حد بيسلط الليزر على عيني، ماذا كان سوف يكون موقف الحكم؟ في هذه اللحظه يا كابتن حصلت قبل كده مرات كثيره جدا، واوقف الحكم المباراه واستدعى المسؤولين الكبار اللي موجودين، خصوصا بيستدعي مراقب المباراه، لانه مراقب المباراه والشخص الوحيد الذي يطلب مدير الامن ويطلب وزير الشباب والرياضه ويطلب 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 انه الحاجه دي لو ما توقفتش المباراه دي ممكن توقف وتلغى ويحتسب الفريق خسران. لكن المراقب كان قاعد فوق ما حدش اتصل بيه، والحكم ما يعني لقى الناس ما بتشتكيش، ولما حصلت كل هذه الامور ما فيش لاعب اشتكى، حتى الشناوي انا بعيب عليه انه لما الحيه قسمت فيه هذه الزجاجه كان لازم ما يقومش ولا يتحرك الا يوري الزجاجه اللي كان موجود حوالي 5 أو 10 زجاجات حواليه. كان يجب ان تتوقف المباراه يا كابتن عدلي، لازم الفت النظر ليها واعملها مشكله الحكم يتدخل فيها. لا، والحكم بالحاله دي لن يسمح. اصل اللاعب ما يعرفش يا كابتن شطه كل اللي بتقوله ده، ولكن اليس هذا دور حد في الاداره في الجهاز الفني يقول لهم ستوب استنى انده الناس، مش اللعيبه مش هتلعب في الا اذا توقفت اشعه الليزر؟ مش جدا، ما فيش حد قاعد بره من ال 23 اللي قاعدين بره من اللعيبه او من المسؤولين او من مدير الكوره او من المساعدين اللي واقفين، ما حدش قال لهم يا جماعه توقفوا على اللعب ويشتكوا من حكايه الليزر ده. بس انا الحقيقه انا سالت في الموضوع ده داخل الملعب يا كابتن، ما كانتش واضحه زي التلفزيون داخل الملعب. الليزر ما بيبانش زي الصوره بس اللاعب يحسها طبعا، فدي حاجه انا بقولها بمنتهى الصراحه انه ممكن تكون دي، لكن اللعيب نفسه هل حاسسها ولا لا؟ صلاح شعر بهذه كل الليزر اللي على وشه ده، هل حس انه مش شايف؟ طب ما يقول انا مش شايف، واضح انه الليزر ما كانش يعني كانت بتبقى ومضات سريعه ممكن ما تبقاش ملفته للاعب نفسه، لكن محمد صلاح واضح انه تاثر بيها، واضح يعني تسديده بهذه الشكل عمره ما عملها ولا حتى يعني اذا كان مغمض عينيه كده. فواضح انه هناك تاثير كان موجود، بس اللعيبه كانت مشدوده بتفكر في امور اخرى في المباراه غير الليزر وغير زجاجات المياه. لكن يعني هو كمان مؤكد قال لك ايه؟ انا دلوقتي متقدم في ضربه جزاء ضائعه، ولو جبت الجون ده خلاص هيتضغط عليهم. احنا مش بنقول ان يعني، انا بس بتكلم ليه؟ لان نقعد نتكلم على الفير بلاي الفير بلاي ومفيش اي مجهود حقيقي في دعم الفير بلاي. يعني ده تعليقي، اما المباراه تعاد ما تعادش انا ما اعرفش في الكلام. ما اعتقدش ان الامور ممكن تصل لقرار الاعاده يا كابتن. بص يا كابتن ابراهيم عشان بس تبقوا عارفين يا جماعه، انا امبارح يا يعني دعبست كده حوالي الاسماء اللي انا اعرفها والناس اللي كنت الفنيين اللي كانوا موجودين معايا من اللاعبين السابقين، انتلوش ابواليا وفديجو خديجه يعني اكثر من حد كلمته عبيدي بالليل، كنت بتكلم معاهم بقول لهم يا جماعه القانون ده هل يعني اللوائح لا تجيز الموجوده في الكاف والفيفا انه الليزر لو كان بهذا الحد انه يعيد مباراه؟ ما مش 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 موجوده نص، بس موجوده انه لو كانت هناك اسباب خرجت الحياه اللاعب عن انه يكمل المباراه، اذته وقعته على الارض اذا كان طوبه او اذا كان زجاجه او اذا كان ليزر خلاه ما شافش، في الحاله دي يا كابتن هناك تاثير من هذا الموضوع يلغي المباراه
وتعاد المباراه زي ما حصل حياه طوبه بتاعت زيمبابوي لو نفتكر. حصل فيها دماء والراجل وقع وجابوا الجرائب وجابوا وعملوا في حاجات طبعا طبعا انت عارفين القصه كان فيها متر كروم حطوه على عشان بس تبقى مسرحيه كامله الاركان. لكن لا انا اتمنى الفيفا في اجتماعه الحقيقه النهارده او بكره في 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 النهارده كان يطلع قرار يقول والله يا جماعه احنا شفنا الحقيقه من هنا ورايح نطلع قرار انه اذا كان هناك استعمال بهذا الشكل الليزر لازم نوقف المباراه ولازم تعاد المباراه او لازم تعتبر الدوله اللي مستضيفة هذه المباراه خسران. اتمنى الفيفا يعمل كده لانه اذى مباشر للاعب. مفيش فرق بين الليزر والطوبه. لا الليزر اخطر لو في اصابه مباشره في العين تاذيها اذيه كبيره. صحيح. طيب كابت شطه تفسير كلمه مصطفى غربال الحكم والحكم الفيديو بيقول له انه فيه طرد محتمل تعال بص وما بيروحش تفسيرك ايه؟ بص يا كابتن الفار كتبها على السكرين. الفار بلغوا بالتليفون يا كابتن. المشكله الكبيره احنا قريناها ليه؟ الحاجات دي بتكتب على السكرين في الفار داخل الـ داخل الـ داخل الـ بالضروره لازم يكون بلغوا يا كابتن. لازم يكون بلغوا يا كابتن. انا ما نعرفش بلغوا ولا اصل حكم الفار ده حكم او دي قنيه مساعده للحكم مش للمخرج هيطلعها على الشاشه وما يبلغش الحكم بيها. احنا اول مره نشوف فار محطوط على الشاشه. الالمان اللي كانوا موجودين الالمان ما استدعوهوش في حالات مماثله اخرى. ليه الكره بتاعت عمر جابر ما ليه ما عدهاش الفار وشافها عشان يستدعيه؟ دي فيها طرد يا كابتن عدلي فيها طرد مباشر. وبعد كده الاعتداء اللي حصل وكتب عنه الفار كان شوف كان واضح يا كابتن شطه ان الاجواء ما كانت الحكم عامل حسابها زياده على اللزوم. والفار يا كابتن معلش والفار يعني الاجواء دي يعني. الاجواء دي من خلال خبراتك جديده على السنغال يا كابتن؟ بصراحه السنغال من الدول هي ومالي اكثر دولتين شفتهم جماهيريا اكثر يعني من اكثر الجماهير الطيبه والمسالمه حشية من النيجيريين من الغنيين صحيح ومن كوت ديفوار ومن دول كثيره جدا. لكن فوجئنا الحقيقه الشحنه اللي كان موجود كان فوق يعني غير طبيعي. حتى ساديو ماني بيكلم صلاح مكشر صلاح بيضحك يعني حتى كمان مش عايز كمان يوري للناس ان هو بيضحك عشان مشدود زيه مشدود زي الجمهور. فدي حته انا لاحظتها حتى اتكلمت عنها قلت ليه يعني ساديو ماني زميله بيكلمه وبيلطف له الجو والثاني بيكلمه مكشر. فهي دي حقيقة توري قد ايه انه الحقيقه الشحنه اللي كان موجود والاعتداء السافر واللافتات اللي اتحطت اللي فيها ريسيزم وعنصريه موجوده تكسير الاتوبيس كلها اجواء حقيقه. السنغال مش فيه كده. السنغال 95% منه شعب مسلم وشعب مسالم يعني. طيب صحيح عشان كده كانت غريبه كل الاجواء دي الحقيقه. كابتن شطة مرة تانية البقاء والدوام لله في السر جدور وشاكرين تواصلك معانا. شكرا جزيلا تحياتي وان شاء الله شكرا لك يا حبيبي نوفق النادي الاهلي يوم الاحد باذن الله يا رب. شكرا جزيلا لكابتن شطة نجم الاهلي والمدرب السابق ومدير اكاديميات الاهلي واعتقد